صورة لوش إنسان على كوكب المريخ. موضوع غريب قوي اكتشفوا العلماء هم بيبحثوا وبيدوروا في كوكب المريخ اللي هو أكتر الكواكب اللي بتشبه كوكب الأرض. وكل علماء الفضاء بيقولوا إن لو في كوكب تاني البشر هيروحوا ليه لو حصل حاجة لكوكب الأرض هيبقى كوكب المريخ. لكن تفتكروا إن ممكن كان في بشر أو كائن فضائي عاش على كوكب المريخ؟ المريخ معروف دلوقتي إنه كوكب الروبوتات، وده لأن في مئات الروبوتات بتدور وبتبحث في المريخ على أي موارد أو مية او اي عناصر للحياة. الروبوتات لقوا وصوروا صور وبعتوها للعلماء على الارض، ولما العلماء شافوا الصور استغربوا وما كانوش مصدقين اللي شايفاه عينيهم. العلماء لقوا ان من ضمن الصور في صورة لصخرة غريبة موجودة في صحراء المريخ، ولما ركزوا لقوا ان الصخرة دي مرسوم ومنحوت عليها وش انسان. العلماء اكتشفوا ان الصخرة اللي كان مرسوم او منحوت عليها الصورة دي كانت موجودة في عمق بحيرة كانت موجودة في المريخ من ملايين السنين، ولكنها اتبخرت وجفت لما حصل تدمير للغلاف الجوي للمريخ. المنطقة اللي تم فيها اكتشاف الصخرة دي تعتبر منطقة جديدة اول مرة العلماء يروحوا ليها ويدوروا فيها، وعلشان كده في حالة استغراب كبيرة جدا في المجتمع العلمي، والعلماء منبهرين باللي شافوه لانهم اول مرة يشوفوا حاجة زي كده في المريخ. والصخرة اللي كان منحوط عليها شكل وش انسان عبارة عن صخرة بيضة كده وفيها تركيبة معدنية جديدة اول مرة علماء ناسا يشوفوها. الصخرة باين عليها انها منحوتة بفعل فاعل وفيها شبه راس مسطح الى حد ما مع ملامح كاملة زي العيون والفم. وصحيفة ديلي ميل البريطانية قالت ان الصخرة اللي عليها شكل وش انسان كانت تعبيرات الانسان فيها انه تعبان وخامس. سبحان الله، الانسان تعبان في كل حتة سواء كان في الارض او حتى في المريخ. في النهاية تفتكروا ان الصخرة دي حد كان ناحت عليها وش انسان فعلا، ولا دي مجرد تخيلات للبشر بس؟ بس يا ترى لو كان فعلا المنحوت ده وش انسان، فالانسان ده منين وايه اللي وداه هناك؟ وهل كان الانسان الوحيد اللي عايش على الكوكب ولا كان في ناس تانية؟ اسئلة كتير قوي لسه العلماء بيحاولوا يجاوبوا عليها، لكن حتى الان مفيش اجابة واضحة، فتابعونا علشان تعرفوا لو ظهر اي اجابة للاسئلة دي.